في حديث طويل عن المهدي وقوله عليه الصلاة والسلام فيما ذكر عنه قال: وذلك خليفة الله المهدي، وقد حكم عليها شيخ الإسلام رحمه الله بعدم الثبوت، وكذلك من جاء بعده كالألباني رحمه الله، وذلك لأن هذه الجملة لا تصح سندا ولا تصح متنا، فإن في متنها نكارة، ونكارة المتن أنه قال خليفة الله المهدي، هو جل وعلا لا يخلف، لأن من يخلف يعتريه النقص وعدم الحضور.